والله هو العرض اصلا كانت فكره الاداره بتاعت البطوله نفسها، هم كانوا عايزين ياخدوا بنت من كل قاره تمثل البلد بتاعتها، فكانوا اختاروني انا من افريقيا وقالوا لي ان هم عايزين حاجه يعني بتعبر عن مصر وكده والكالتشر بتاعتها. انا اول حاجه جت في دماغي طبعا فراعنه بقى وكده، فانا كنت في الاقصر السنه اللي فاتت عشان افتح طريق كباب، فالموسيقى واللبس وكل حاجه جات لي منه، من افكار منه عشان انا كنت مشاركه فيه بس، فكل حاجه بقى جات لي منه. بس الحمد لله هو كانوا قالوا لي قبليها فتره صغيره، بس الحمد لله انا قدرت ان انا اجمع كل الافكار كده واطلع حاجه حلوه الحمد لله. اقول لهم بجد شكرا على الرياكشن ده، وشكرا ان هم بيسابورت حاجه زي دي، شكرا ان هم قدروا يشيروا اللعبه بطريقه اندايركت، ان الناس حتى ما كانتش تعرف ايه الجمباز دلوقتي بقوا عارفينه وابتدوا يتفرجوا عليه عشان العرض اللي عملته ده. انا بشكرهم قوي، بقول لهم ان شاء الله اتعرفهم في بطولات كتيره جايه ان شاء الله.